المركز اليمني لحقوق الإنسان طالب المنظمات الدولية كافة ومجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة للتحقيق في الأسلحة التي تستخدمها دول تحالف العدوان السعودي في اليمن. وأكد المركز في بيان صادر عنه اليوم ضرورة تشكيل اللجنة من خبراء وأطباء متخصصين لتشخيص الحالات التي نجمت عن استخدام هذه الأسلحة والكشف عن المواد المحرمة المستخدمة والتي تفتك بأرواح المواطنين اليمنيين، معبرا عن إدانته واستنكاره لهذه الجرائم البشعة في حق المدنيين اليمنيين. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الآلاف من المواطنين اليمنيين ما يزالون غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية بسبب انعدام المواصلات وغلاء أسعارها وإغلاق المرافق الصحية المنظمة. في بيان لها أشارت أيضا إلى أن الكثير من المرافق الصحية تم تدميرها كليا أو جزئيا بسبب الغارات الجوية والقتال، لافتا إلى أن أطباء بلا حدود قدمت للعلاج لأكثر من 15500 مواطن منذ مارس الماضي. على ساحة الإنسانية وأمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء نفذت اللجنة المنظمة للوقفات الاحتجاجية الشعبية خامس وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا لاستمرار العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر. إلى التفاصيل. أخيرا وبعد صمت طويل دام أكثر من 8 أشهر، خرجت الأمم المتحدة عبر ممثلها المقيم في بلادنا عن دائرة الصمت ليعلن مساندته للشعب اليمني إزاء ما يتعرض له من عدوان وحصار جائر. الأمم المتحدة موجودة لكي تقوم بخدمة كل الأشخاص الذين يعانون نتيجة للعمليات العدائية ونتيجة للحصار ونتيجة للإغلاق الذي نراه على الأرض. هناك معاناة كبيرة، لم تقتصر المعاناة على النزاع المسلح الذي يحدث في اليمن، وإنما هناك أيضا كوارث طبيعية تحول بمحافظات كبرى وبآلاف الناس الذين يجردون. إيقاف العدوان ورفع الحصار هو عنوان الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في ساحة لا إنسانية أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء للمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار الجائر على بلادنا والتنديد بالصمت الدولي تجاه ما يتعرض له اليمنيون من قتل ودمار وحصار جائر. إيجابية من الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة في حد ذاتها رغم أن هي لجميع دول العالم ونحن عضو فيها ونحن نحتج اليوم في هذا المكان ليس من اجل ان احنا نطالب غير ما له لنا استحقاق، لان اساسا مضروب تحت مشروعيه القرار 2216 الذي هو تحت نطاق الامم المتحده، ولكن ايضا على الامم المتحده بقدر ما شرع الحرب بقدر ما على مجلس الامن ايضا واجب انساني واخلاقي وهو حمايه المدنيين وكسر الحصار وسرعه الاغاثه الانسانيه العاجل. اولا نؤكد ان وقفه الاحتجاج الخامسه امام الامم المتحده ازداد بشكل تدريجي وتصعيدي والخروج الجماهيري ازداد ايضا حتى يتم الاستجابه لمطالب الشعب اليمني. اليوم الممثل للامم المتحده الدكتور اياد ناصر خرج للوقفه الاحتجاجيه واكد لنا بان رسالته سوف تصل الى العالم باكمله والى منظمه الامم المتحده للقيام بمهامها وبواجبها الانساني والاخلاقي تجاه الشعب اليمني الذي يتعرض كل يوم لاباده جماعيه وحصار شامل فقط من مأساه المواطن اليمني. ولذلك فنحن من الوقفه الاحتجاجيه ومن امام مقر الامم المتحده ومن ساحه لا انسانيه نؤكد باستمرار بان خروجنا سوف يكون كل اسبوع حتى يتم الاستجابه لمطالب الشعب اليمني وكسر الحصار وسرعه الاغاثه الانسانيه. اتينا من محافظه عمران ووقفتنا في ساحه الانسانيه في مبنى في مقر مبنى الامم المتحده للمطالبه بفك الحصار على الشعب اليمني. هناك الدواء، الديزل، المشتقات، هناك موت يحل بكل مقومات الحياه. فنطالب الامم المتحده بفك هذا الحصار الجائر الغاشم. المشاركون في الوقفه ادانوا استمرار الحصار على بلادنا الذي يمنع دخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطيه، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاخلاقيه والقانونيه لايقاف العدوان.